سيف وائل على طول لحمزه حمزه محمد وادي البينيه جميله ممكن يلا تشهد ممكن جول ممكن جول ممكن جول الله فتحي غياط احبائي المشاهدين يلقي بكلمة الافتتاح ويحرز اول الاهداف للدجلوية في الدقيقة رقم 13 من احداث الشوط الاول. يديك الصحة يحيى هشام يحيى يا سلام يا سلام قلتش يا راجل قلتش يا راجل بتعمل ايه يا سلام الله 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 التاني 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 عملوها من تاني خلصوها بأحلى وأجمل الأماني الله عليكم من تاني حاجة جميلة جدا جدا أهو عنتر ده مارك يا سلام الثلاثية تكتمل خلاص 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 يا ناس خلاص الثلاثية تكتمل هنا في هذا الملعب لسه بقول لحضراتكم هل الفرقتين ارتضوا بهذه النتيجة على طول مارك والله جورج يقول لي استنى يا كابتن شاكر خد الهدف الثالث اهو الله